نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. ومن الملفت للانتباه أن بعض الدول التي زعمت دعمها للحل السلمي ولخطة أنان ما زالت مصرة بقوة على إفشال أي تحرك سياسي بهدف يهدف لإنهاء الأزمة السورية سلميا، وبالتالي فإن تلك الدول تتحمل مسؤولية إفشال خطة أنان وإفشال مهمة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا، وسعيا لإدامة الأزمة وإطالة عمرها عملت هذه الدول ما بوسعها للترويج للأحداث بصورة مغلوطة وتضليلية بهدف تشويه الموقف السوري الحكومي من الأزمة وتشويه الواقع وتصويره على أنه واقع سلطة مستبدة تقتل شعبها الأعزل، في حين أن العالم بات يعرف أن واقع الأزمة في سوريا يعود إلى حجم التدخل الخارجي في شؤون بلادي وإلى سعي دول معروفة بعينها داخل منطقتنا وخارجها إلى استهداف استقرار سوريا وزعزعة أمنها. وتابع رئيس مجلس الوزراء: لقد أثبتت الأحداث أن مزاعم وادعاءات بعض الدول عن دعم الحل السلمي السياسي في سوريا بعيدا عن العنف لا يعدو أكثر من كونه شعارا زائفا، حيث تقوم هذه الدول بالتدخل الفظ بالشؤون السورية وتقرع تحت شعار أصدقاء سوريا وهم أعداؤها طبول الحرب والتدخل العسكري الخارجي. إن هذه الدول التي تدعم الإرهاب في بلادي وتمده بالمال والسلاح والتغطية الإعلامية والسياسية وتحرض على رفض الحوار وممارسة العنف وفرض حزم متتابعة من العقوبات الاقتصادية القسرية غير الأخلاقية على الشعب السوري وظروف معيشته باتت جزءا من المشكلة في بلاد سوريا، وإن من المفارقات ومن النفاق السياسي أن نجد بعض الدول الأعضاء في الحركة والتي التزمت في البيان الختامي للقمة بإظهار الوحدة والتضامن مع الدول التي تواجه تهديدات بالتدخل العسكري الخارجي فيها والعقوبات الاقتصادية غير المشروعة تصبح جزءا من حملة التدخل الخارجي في بلادي. وقال الدكتور الحلقي: نأسف لما قاله الرئيس المصري محمد مرسي الرئيس السابق لحركة عدم الانحياز عندما تحدث عن بلد سوريا، فلا يحق له ولا لأي طرف خارجي أن يتحدث عن الشرعية في سوريا، لأن هذه الشرعية هي من حق الشعب السوري وحده. نأسف للاستماع لما قاله السيد محمود مرسي الرئيس السابق لحركة عدم الانحياز عندما تحدث عن بلد سوريا، فلا يحق له ولا لأي طرف خارجي أن يتحدث عن الشرعية في سوريا، لأن هذه الشرعية هي من حق الشعب السوري وحده. إنما سمعناه يجافي الحقيقة ويجانب دوره في حركة عدم الانحياز، ونحن هنا لا نريد أن نعالج خطأ بخطأ لنسأل من أين أتت شرعيته. رئيس مجلس الوزراء قال أيضا إن سوريا إذ تدين العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها بعض الدول والمجموعات تؤكد أن الشعب السوري هو المتضرر الأساسي منها وهو الذي يدفع ثمن هذه العقوبات. وأضاف الحلقي: لقد كان إسهام حركة عدم الانحياز هاما في دعم الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي تقوم على إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية المحتلة منذ عام 67 و900 وألف.
وشكر رئيس مجلس الوزراء إيران وروسيا والصين وكل الدول التي تقف مع سوريا. وأثناء إلقاء الرئيس المصري لكلمته كرئيس للقمة السابقة، انسحب الوفد السوري احتجاجا على مضمونها لأنه مناف للحقيقة وتدخل في شؤون سوريا الداخلية ومحرض على سفك الدم السوري، ليعود الوفد بعد انتهاء كلمة مرسي. مع الأسف السيد مرسي خرج عن تقاليد حركة عدم الانحياز بالتدخل بشؤون دولة عضو في هذه الحركة وهي سوريا. عندما تطرق إلى الأزمة السورية بشكل سافر يعبر ليس عن رئيس لحركة عدم الانحياز بل رئيس لجماعة تسيطر على أمور مصر في هذه الأيام. أولا مصر ليست نموذج للديمقراطية في العالم العربي، والسماح لنفسه بالتدخل بالشأن السوري مرفوض جملة وتفصيلا، ولذلك أرجو أن يمتنع عن مثل هذه المواقف، لأن في سوريا شعب ينزف دمه بسبب هذه التدخلات الخارجية بشؤونه. عندما يقوم مرسي بدعم طرف يحمل السلاح ويقتل الشعب السوري ويدمر ممتلكاته العامة والخاصة فهو شريك في سفك الدم السوري. وبعد أن تسلم رئاسة القمة لثلاث سنوات قادمة، أوضح الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد أن الحروب تفرض على الأمم من أجل زيادة أرباح الدول الغربية من خلال عقود بيع الأسلحة، وأما جل العالم يكافح من أجل مكافحة الفقر. علينا نستحدث آلية تسمح للجميع بشريك بشكل عادل وصحيح قائم على المحبة والتعاطف يشارك في العولمة المشتركة. لا يجب لأحد أن يتمكن من السيطرة على الأمم الأخرى أو أن يفرض إرادته على الأمم الأخرى. يجب أن نتمتع كلنا بمواردنا وأن نحسن استغلالها. كل عمليات الدعم الخارجي بأشكالها المتعددة لم تقوى على تحقيق تقدم حقيقي للمخطط المعادي لسوريا، بل على العكس تماما، فإن كل ذلك انعكس دمارا في أكثر من مكان سوري. ولكن ماذا عن الطروحات السورية في هذه القمة؟ ما وضحناه بأن ما يجري في سوريا هو عمل إرهابي منظم تقوم بدعمه دول عربية بكل أسف تدعى شقيقة، وأيضا دول بالجوار مثل تركيا، وبأجندة خارجية تزعمها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. علينا أن نوضح ما يجري في سوريا لتجمع يمثل ثلثي العالم، لأن بعض الأفكار المشوهة قد تكون وصلت إلى البعض، وبالتالي لابد من توضيح هذه الأفكار وتسليط الضوء بشكل موضوعي وبشكل واقعي عما يجري في سوريا من عمل. نحن نتابع برنامج إصلاح سياسي، قطعنا خطوات كبيرة في هذا البرنامج، والجميع مدعو، وكل المبادرات هي مفتوحة على كل الاحتمالات، وبالتالي نحن نتبنى مبدأ وقف العنف من كل الأطراف. ندعو إلى حوار وطني يشمل كل القوى السياسية في سوريا. هذه القوى التي تمثل المعارضة الوطنية الحقيقية وليس ما يطلق عليه اسم المعارضة الخارجية، التي تعمل بالأجندة الخارجية وتتبنى مشروع التدخل الخارجي، وحقيقة يعني ما يمكن أن يترتب على ذلك من إقصاء للنظام في إطار لا ديمقراطي. أفكار كبيرة طرحت على هامش جدول أعمال حركة عدم الانحياز، هذه الأفكار كانت تصب في مصلحة السلم والأمن العالميين. سوريا كعضو في حركة عدم الانحياز لديها ورقة عمل ستطرق على جدول أعمال هذا المؤتمر، توضح فيه ما يجري في سوريا من تحديات، تقف خلفه دول كبيرة على رأس الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول بعض الدول العربية. لا نريد أن تكون مصر جزء من هذا البرنامج أو من هذه المؤامرة، كنا نود أن تكون مصر جزء من الحل، وكنا نعول كثير على ما أطلق عليه اسم المبادرة المصرية، لكن ما سمعناه
لا يشجعنا ولا يجعلنا نتفائل. وعلى هامش أعمال القمة التقى السيد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين وزير خارجية أذربيجان إلمار ميمتاروف الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، وقدم له شرحا عن الأوضاع في سوريا. من جانبه أكد ميمتاروف على ضرورة إنهاء العنف وعدم التدخل الخارجي في شؤون سوريا للحفاظ على وحدتها وسيادة أراضيها، كما شدد على أن حل الأزمة لا يأتي إلا بالحوار. وبانتظار نتائج قمة دول حركة عدم الانحياز ثمة تأكيدات واعترافات بأن الحل في سوريا يتمثل بأمرين اثنين: وقف التسليح للمجموعات الإرهابية والجلوس إلى طاولة حوار وطني. حل الأزمة في سوريا إذن بالحوار الوطني لا بالتدخل الخارجي والإرهاب، نتيجة خلص إليها أكثر من ثلثي العالم في قمة عدم الانحياز. ومع اتساع هذه الرؤية فإن الحركة تكون قد أسقطت جميع المحاولات التي قادتها واشنطن وأدواتها في جميع منابر الأمم المتحدة لتشويه صورة سوريا وتعطيل أي حل يلوح بالأفق. البعثة الإعلامية المرافقة للوفد السوري، طهران. أهلا بكم مجددا. أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا كانت قد دعت إليها فرنسا من باب المتجرة بمعاناة السوريين التي يتسبب بها الإرهاب الممول والمدعوم من قبلها وحلفائها الغربيين وأدواتهم الإقليمية، ويتسبب بها الحصار والعقوبات الاقتصادية الغربية الأحادية التي استهدفت معيشة الشعب السوري وحياته. أكد أن بعض الدول لا ترى موضوع المساعدات الإنسانية إلا من منظور أجنداتها السياسية والتدخلية، ولا تستطيع أن تفهم نبل هذا الموضوع إلا في إطار توظيف هذه المساعدات الإنسانية في خدمة أهدافها التدخلية في شؤون الدول الأخرى ومن بينها سوريا. وقال الجعفري لو كانت هذه الجلسة مخصصة صدقا لبحث سبل تأمين المساعدة الإنسانية للشعب السوري، فلماذا يصر البعض على الترويج للعمل خارج إطار الأمم المتحدة في مخالفة واضحة لنصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؟ ولفت الجعفري إلى أنه من غير المفهوم أن تشارك بعض الدول أيضا في تقديم المساعدة الإنسانية ولو بمبالغ رمزية وشروط مسبقة، وفي ذات الوقت تفرض تلك الدول إياها عقوبات اقتصادية جائرة تركت تداعيات إنسانية خطيرة على مجمل حياة الشعب السوري ومست لقمة عيشه ورفاهه وحرمته من الدواء والمعدات الطبية. وأكد الجعفري أن سوريا استقبلت ملايين اللاجئين على مر العقود الماضية بسبب أعمال عدائية لا علاقة لها بها، واحتضنتهم مجانا ودون أن تروج أو تسوق مأساتهم في أي محفل دولي. وقال الجعفري إن سوريا لم تنصب لملايين اللاجئين الذين قصدوها خياما في معسكرات على الحدود وفي الصحراء، وذلك بهدف استغلالهم والتلاعب بهم وبآلامهم وأمالهم، بل قامت بواجبها تجاههم وتقاسمت معهم مواردها المحدودة وعاملتهم كما يعامل السوريون أنفسهم، وذلك انطلاقا من روابط الأخوة ومن مسؤولياتها الإنسانية والتزاماتها الدولية. وطالب الجعفري باسم الحكومة السورية من الدول التي استقبلت لاجئين سوريين أن تسمح لمن يريد العودة بالعودة، وألا تقفل المخيمات أمام حق اللاجئين بالعودة إلى وطنهم الأم سوريا. ولفت مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إلى تحويل بعض هذه المخيمات إلى مراكز عسكرية يتم تجميع الإرهابيين فيها وتدريبهم تمهيدا لإرسالهم إلى سوريا لاحقا بهدف ارتكاب جرائمهم البشعة كما حدث ويحدث اليوم في حلب. رحبت روسيا بالجهود التي تقدمها الحكومة السورية لمساعدة المتضررين من أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة. وقال فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن إن العقوبات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب على سوريا والتي تنتهك حقوق الإنسان هي التي تتسبب بمعاناة السوريين وتعقد حياتهم. وقال إن الوضع الإنساني يتأثر نتيجة القيود المفروضة على سوريا، ونحن نعارض هذه الممارسات وهي لا علاقة لها بالجهود التي تساعد على حل الأزمة، إنما تعقد الأوضاع، وهذا الأمر توصلت إليه لجنة دولية مستقلة للتحقيق بهذا الأمر، داعيا الدول التي فرضت العقوبات إلى رفعها فورا. وأكدت شوركين إن حديث البعض في المجلس لا يحترم فكرة المساعدة الإنسانية التي يجب أن تحصل دائما في إطار القانون الدولي
قائلا إن مستوى العنف في سوريا أصبح أسوأ بسبب مواقف عدد من أعضاء مجلس الأمن، مشددا على أنه لا يمكن أن نخضع لما يريده الإرهابيون، خاصة الانتهاكات بحق الأقليات في سوريا. لذا يجب أن يكون لدينا قرارات والالتزام بخطة كوفي أنان ووثيقة جنيف والعمل مع الحكومة السورية والمعارضة.